ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مصر وجهت رسالة إلى الدبلوماسيين الغربيين بأنها على استعداد لتسليم المساعدات إلى قطاع غزة، ولكنها ترفض أي ضغط يدفعها لقبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين. في تقرير لها ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنه كلما طال أمد الهجوم الإسرائيلي على غزة، كلما واجهت مصر ضغوطا لحملها على قبول تدفق اللاجئين إلى سيناء ذات الكثافة السكانية المنخفضة. أوضحت الصحيفة تزايد حالة القلق في مصر بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وانتقالها إلى الحدود مع مصر، في ظل هجرة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمنازلهم في شمال غزة وفرارهم من جنوب القطاع الساحلي. كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا غربية أخرى تحث مصر على السماح للفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية بالخروج عبر معبر رفح مع القطاع، وأن مصر الدولة الوحيدة غير إسرائيل التي تشارك في الحدود مع غزة المحاصرة.